سياسيون يتوقعون تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لبداية العام المقبل، وأزمة النفط تزيد من شدة البرد على أهالي صلاح الدين. الهجرة تقرر السماح باندماج النازحين بمجتمع المحافظات المضيفة، وخبراء يحذرون من التجاوز على هوية المناطق الأصلية. السوداني يصف بطولة الخليج العربي في البصرة بعرس أخوي يمهد لتقارب أوسع، ويتفق مع سيمنز الألمانية على إنقاذ الكهرباء. بمخالفات شراء فندق رمادا في أربيل وتأجيره لنفس الشركة المالكة، النزاهة تؤكد اعتقال رئيس الوقف السني الأسبق. من عناوين نشرة إلى تفاصيلها، والبداية من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. أهلا بكم. تستعد القوى السياسية لخوض غمار المناقشات والتنافس على الشارع خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات لترحيل مجالس المحافظات إلى بداية العام المقبل بانتظار حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات والمفوضية العليا. وتشير مصادر سياسية إلى توجه غالبية المحافظين لإعلان تشكيل أحزاب وكتل سياسية بمعزل عن القيادات التقليدية، موضحين أن الأنبار ونينوى تتصدر هذه القائمة، في وقت تستعد الكتل البرلمانية إلى مناقشات ساخنة بدءا من شباط المقبل لتعديل قانون الانتخابات والعودة إلى الدائرة الواحدة. إلى ذلك أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الروديني اتفاق القوى السياسية بشكل عام على إجراء تغييرات مهمة في قانون الانتخابات والمفوضية، وربما تكون الصورة أكثر وضوحا مع انتهاء عطلة الفصل التشريعي، مضيفا أن موعد الانتخابات سيحدد مباشرة بعد تأريخ التصويت على التعديلات، وإذا ما تأخر الحسم ربما ينتقل موعدها إلى بداية العام المقبل. وبعيدا عن السياسة وتوقيتاتها وصعوبة ضمان المتطلبات، فإن انخفاض درجات الحرارة لم يحرك ساكنا لدى الجهات المسؤولة للقضاء على أزمة شح النفط الأبيض الذي يعد البديل الأوحد لمواجهة قساوة البرد بسبب قلة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية بقضاء تكريت، إذ يضطر المواطنون للمبيت أو الوقوف ساعات طويلة بطوابير على الأغلب تبوء محاولاتها الحصول على 100 لتر لشهر كامل بالفشل. إلى جانب ذلك، نشد الأهالي الحكومة المحلية ووزارة النفط زيادة الحصة خلال الشهرين الحالي والقادم باعتبارهما الأشد برودة. احنا والله كاتلنا البرد ونيجي على هاي المحطة مال النفط، يقول لنا انتم اهل بيجي ما ننطيكم، احنا مو عراقيين. هذا المدير والله هسه انا طلع علينا يقول لي انت اطلع من السرة، واحنا كاتلنا البرد. البنزينخانة مال القادسية طلع علينا هسه على المدير يقول لي انت بالذات ما انطيك، انطي كل العالم وانت ما انطيك، وانا جهالي والله قاعد لي بهيكل لا والله بالفرسان ساكن، داخل الفرسان ساكن، وطلع علينا هسه اقول له انا من اهل بيجي، يقول انت اهل بيجي كلهم انطيكم. والله هسه انا الساعه بال 11 وماكو نفط، عندهم نفط وما يوزعون. والله البارحه واقفين تنكر اي والله ملوا تنكر واحنا طابقين والله البارحه، واول البارحه واقفين والى ما جيت عليهم قال خلص النفط. احنا صار لنا يومين هنا واقفين على العسره مال النفط ونفط ماكو، البنزينخان لحد الان معزله، البارحه الصهاريج طابقه نجي نسالهم يقول لك الصهريج هذا للافران، الافران 36,000 مال نفط ياخذها، نفط ماكو، العالم عندها 4 بطايق وبطاقتين، ما حد جاي يطلع علينا ويقول اكو نفط لو ماكو، المدير يقول هسه ماكو نفط، لا ظلون واقفين هنا، شنو ذنب هالعالم؟ عالم شنو ذنبها اللي ما عندها نفط؟ الجو بارد. الجو بارد، هاي العالم كلها واقفه على السرعه على مود النفط وما حد ينطي نفط. استاذ احنا ناشد المسؤولين هنا بصلاح الدين
على توزيع النفط للمواطنين. مواطنين يشكون ماكو نفط والجو بارد، خير يجهزون للمواطنين نفط، يجهزوا لهم شيء. اكو عالم قاعدة بهياكل ما عندها نفط، ماكو جو بارد، خير ناشد المسؤولين بالحكومة هن ماكو نفط. انا من الصبح واقف هنا والحد الان ماكو نفط. الميت لتر شو يسوي العوائل؟ الميت لتر شو يسوي؟ هو شهرين، هو شهرين اول شيء يروح على كل بطاقة برميل برميل، ثلاث صوبات وربع صوبات عندنا على 100 لتر، وشهر واحد على كل بطاقة. هو شهرين اشتى كله، اشتى شهرين انطونا على كل بطاقة برميل. وفي ملف الأمن والاستقرار، قدم قائد الشرطة محافظة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد التهاني والتبريكات للفريق الركن عبد المحسن حاتم موسى قائد عمليات صلاح الدين بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق الركن، متمنيا له الموفقية والنجاح بأداء واجبه الوطني. جاء ذلك خلال قيام قائد الشرطة بزيارة إلى مقر عمليات صلاح الدين. ومن جانبه قدم حاتم شكره لقائد الشرطة، متمنيا أن يسود الأمن والاستقرار ربوع المحافظة بجهود تشكيلات القوة الأمنية كافة. وجهت وزير الهجرة والمهجرين إيفان جابرو موظفي فروع الوزارة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية إلى الاستمرار باستقبال وتسجيل الأسر الراغبة بالاندماج والاستقرار في المحافظة المضيفة. وسجلت فروع الوزارة خلال الأسبوع المنصرم 241 أسرة رغبت بالاندماج والاستقرار في محافظات بغداد وواسط وديالة وكربلاء والديوانية والبصرة وميسان وذي قار والمثنى. وتشير إحصائيات فروع الوزارة إلى أن أعداد الأسر المسجلة بالاندماج الكلي بلغ 1778 أسرة بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية. وحسب التوجيهات الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين والإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين حول تعزيز عودة الأسر النازحة لمناطق سكنها الأصلية واستعادة حياتها الطبيعية، قدمت شعبة هجرة سامراء أكثر من 200 حصة غذائية للعائدين لمنازلهم بقرية البوفدعوس بقضاء الدجيل. وأكد رئيس لجنة النازحين في المجلس المحلي للدجيل مواصلة الحملات لتشمل أكبر عدد ممكن. وفي المقابل طلبت الأسر بالمزيد من الدعم لتجاوز الأزمة وشح الواردات للمضي نحو إعادة التوطين الحقيقي واستقرارها مجددا. يتم شمول 3500 عائلة بالمساعدات الإغاثية في جنوب المحافظة. هذه هي الوجبة الثانية، لأنه سبقتها وجبة في قضاء الطوز تم توزيع، أيضا تم شمول 3500 عائلة أيضا بالمساعدات الإغاثية اللي هم أغلبهم نازحين في قضاء الطوز. هذا اليوم في منطقة البفدعوس التابعة إلى قضاء الدجيل يتم شمول 200 عائلة، وكذلك في منطقة القراغول كذلك العوائل اللي عادت حديثا يتم شمولهم بهذه المساعدات. اليوم نتواجد في أرض البفدعوس في مضيف الشيخ مهدي أبو كريم الذي استقبلنا، وكذلك شكرنا وتقديرنا وكل عام وهم بخير. القواتنا الأمنية المتواجدة معنا رافقتنا منذ دخولنا إلى داخل الحدود الإداري لقضاء دجيل، وكما تشاهدون العوائل تستلم هذه الحصة، أربع حصص سلة غذائية ومنزلية وصحية، خمس حصص تقريبا غذائية، 220 أكثر من 200 حصة سلة غذائية لهذه العوائل التي عادت إلى محل سكنها في قرية البفدعوس. وكما تلاحظون الآن بانسيابية يعني جميلة وطيبة. والله مبادرة طيبة زيانة للنازحين، وهذا يعني زيانات شو تكفي والله ما تكفي. احنا ما جاي تجينا يعني هاي كل سنة يلا تجينا، ولو احنا رجعنا بس قليلة ما نسد. اي نريد اكثر يعني من هذه، ما جاي يسدنا هاي. عوائل هوايه هواية عوائل الناس، والله عندنا ناس تعبانه لاخر درجه، البيوت راحت لحد الان، تعويضات ما حصلوا مطالبنا، والله نريد تعويض البيوت، الشهداء لحد الان ما انطونا كل شيء.
شهداء هواي عندنا 31 21 شهيد بالقريه. احنا هاي قريتنا 51 شهيد راح بيها ابويا الجيش والحشد يعني راح عندنا هنا بالقريه، بس من القريه الخاصه 21 شهيد والحد الان كل شيء لا تعويض بيوت، بيوت 24 بيت تفجرت حد الان ما انطوهم كل شيء ما حصلوا. والله كريم والله هاي القضايا ما السد يعني شو السد والشيء تعرف الشيء القالي هذا صار. ودعما للحركة الرياضية والشبابية في المحافظة وتضامنا مع الجمهور الرياضي لإنجاح بطولة خليج 25، وجه محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب لافتتاح مناطق لجماهير المشجعين في كل مراكز الأقضية من أجل المساهمة في إنجاح البطولة، حيث تم تأمين قاعات مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشجعين بعد تجهيزها بشاشات عرض عملاقة وتأمين وسائل الراحة والضيافة لهم مجانا. وعبرت الجماهير الرياضية في المحافظة عن شكر هذا الهلوب على مبادرته ودعمه المستمر للحركة الرياضية والشبابية. أشكر السيد المحافظ على هذه المبادرة الحلوة في مجمع جاردن سيتي لإقامة مباراة خليج 25، وتجمع شباب تكريت والأجواء حيل حلوة. أشكر السيد المحافظ حيل على هذا التنظيم الحلو والأجواء حيل حلوة، وإن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة الشيخ إسماعيل الهلوب محافظ صلاح الدين في إقامة مناطق لتشجيع المنتخب الوطني في هذا العرس الرياضي الكبير خليجي 25 لتستضيف البصرة العراقية. عودة المحيط العربي والخليجي إلى العراق شيء مهم، استيعاب المشجعين الرياضيين في تكريت وفي عموم أقضية صلاح الدين هو إلى مؤشرات عدة في أن إدارة المحافظة ترعى كل التوجهات، كل نبض الشارع، كل ما من شأنه أن يقدم شيء ولو كان بسيط للمواطن الصلاح الديني أو التكريتي. فرحة هذا الجمهور بالفوز هو فرحنا في أن احنا نقدم له هذا الجمهور شيء ولو بسيط يستحق أن نقدمه كمبادرات لإدارات محلية. اليوم هذه المباراة للعراق الثالثة وبحضور جماهيري كبير، يفرحنا هذا الحضور ومتعة الجمهور مع المباراة أيضا تفرحنا. تمنياتنا الفريق العراقي الفوز في المباراة الحالية والتقدم إلى مراحل أخرى في هذه البطولة. ونبقى في أجواء كأس الخليج العربي، إذ لا زالت تشهد قاعات المشجعين التي أطلقت مبادرتها إدارة المحافظة كدعم للبطولة توافدا كبيرا من قبل محبي كرة القدم ومشجعي منتخبنا الوطني. وقد شهدت قاعات وشوارع قضاء بيجي احتفالات كبيرة عقب تأهل العراق إلى نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة. وشكر المحتفلون المحافظ وقائم مقام القضاء على عنايتهما بالشباب وتوفير متنفسات ترفيهية لمساندة القطاع الرياضي بالنهوض واستقطاب الكفاءات. نبارك لمنتخبنا الوطني الفوز وتأهله إلى النصف النهائي لكأس خليجي 25. وبهذه المناسبة نتقدم بشكرنا الجزيل إلى السيد محافظ صلاح الدين على هذه المبادرة الطيبة التي
حقيقة رفعت شباب بيدي ويتمنون له كل الموفقية والنجاح في عمله، شاكرين كل الجهود التي من شأنها ترفيه المواطن وترفيه شبابنا في قضاء بيدي. نبارك للشعب العراقي هذا الفوز ونشكر الشيخ إسماعيل الهلوب على هذه المبادرة رغم بساطتها إلا أنها جمعت كل شباب بيجي، ونطالب إنشاء منتديات شبابية ومنتزهات، وإن شاء الله سيكون هناك ملعب لنادي بيجي يمثل كل أهالي بيجي، وذلك بعد مطالبة النائب بشرى جبل قيسي السيد معالي وزير النفط بالتنسيق مع شركة مصافي الشمال. وإن شاء الله مثل ما الخليجي كان عراقي في البصرة، إن شاء الله يكون النهائي عراقي في البصرة. تستمر المبادرة في قضاء بيجي من قبل السيد المحافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب لدعم القضاء لمشاهدة مباريات كأس الخليج المنتخب العراقي في قضاء بيجي، وندعم مثل هكذا مبادرات طيبة من قبل الشيخ السيد المحافظ، وندعو لزيادة مثل هكذا مبادرات دعما لشباب قضاء بيجي، القضاء بيجي شبابه مهمش. حقيقة نشكر السيد المحافظ الشيخ إسماعيل هلوب في هذه المبادرة الجميلة الرائعة، وفي هذه ونتمنى الكثير من هذه المبادرات ومن هذه الأماكن الجميلة والمتنزهات. نطالبه حقيقة بالمتنزهات وبالأماكن الجميلة ولجميع الشباب الحضور في أماكن جميلة رائعة ومؤمنة حقيقة من قبل القوات الأمنية في كافة صنوفها، ونشكرهم على هذه الجهود المبذولة. أهالي بيجي محرومين من الفرحة، وهذه الفرحة أدت إلى تواجدهم في سوق بيجي وتجمعهم ووحدتهم ووحدة صفهم، وإن شاء الله هذا الفوز للمنتخب العراقي وللشعب العراقي أجمعين بكل أطرافه وقومياته ومذاهبه. طبعا كان أداء مميز للمنتخب العراقي، الشوط الأول كان ضعيف شوية، ولكن بعد دخول أمجد عطوان تحرك المنتخب العراقي وأحرز 5 أهداف، وإن شاء الله إن شاء الله بعون الله إن شاء الله البطولة عراقية عراقية عراقية. ونشكر السيد قائم مقام بيجي على حضور الاحتفالية والقوات الأمنية من فوج وشرطة محلية والحشد المقدس. وفي ذات الأجواء، فقد احتشدت الجموع لمتابعة مباريات كأس الخليج العربي في قضاء الشرقاط، وهي تتطلع لفرحة قادمة يحمل بها منتخبنا الوطني كأس البطولة بنسخته 25. وأكد المشجعون أن كرة القدم تعتبر رابطا يجمع العراقيين على الفرح وبعث رسائل بلحمة هذا الشعب وأخوته. إن شاء الله نفوز اليمن. حياكم الله يا قناة صلاح الدين الفضائية، شرفتونا ونتمنى الفوز للمنتخب العراقي. طبعا العراق يعني مر بأزمات حروب، فماكو فرحة غير فرحة المنتخب صراحة، جاي يفرحونا وإن شاء الله تمنى لهم الفوز، وإن شاء الله الكأس عراقي وبالتوفيق إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله يصعدون نصف النهائي المنتخب العراقي، ورب يحفظ الشعب العراقي وجميع عن أمة محمد يا ربي. ايوه الفوز ان شاء الله انه ما ننطيه، وان شاء الله كاس اسيا هم ناخذه، الخليج هذا 200 منه، بس اسيا ان شاء الله هم يعني على الطريق ان شاء الله هم نجيبه، ما نخليه يروح والله لا نتلبسه.
الشعب العراقي خلهم يتونسون اليوم يفرحون، المنتخب فايز باذن الله. افرح الشعب يريد فرح، خل يفرح ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وتحيات لكل العراقيين. من كوف القلعة في قضاء الشرقاط محافظة الساحل محافظة صلاح الدين، تحياتنا لهن البصرة وتحياتنا لهن الخليج وتحياتنا لجميع العراقيين، وإن شاء الله الفوز الساحق الأبطالنا بالعراق، وتحياتنا لكم. يالله عزاز ألف مبروك للشعب العراقي، إن شاء الله نتمنى يصعد للنهائي إن شاء الله، إن شاء الله للنهائي. الفوز الفوز 2-0. وضمن الأجواء الاحتفالية وانعكاساتها الإيجابية على العلاقات الخليجية، أقام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليج 25 مع عدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة. وشدد السوداني على الأهمية الرمزية لهذه البطولة التي تحولت إلى عرس عربي ولقاء أخوي على أرض العراق بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية، وأوضح أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم. ونبقى في الأجواء الاحتفالية لبطولة كأس الخليج العربي في البصرة، فقد وجدت الوفود العربية فسحة للتعرف على تاريخ العراق، حيث أشادت بتطور الثقافي والحفاظ على التراث ورقي الثقافة بالفيحاء على خلفية جولات متواصلة في شارع الفراهيدي والذي يعتبر قرينا لشارع المتنبي بالعاصمة بغداد. وأثنى مشجعو البطولة بالتنظيم الحاصل بخليج 25 مؤكدين أن البطولة كانت فرصة للتقارب بين الشعوب العربية وأملا في استمرار التواصل بين العراق وأشقائه العرب، شاكرين أهل البصرة على ما بذلوه من جود وحسن استقبال. طبعا احنا اول مره نزور العراق وانصدمنا من الاجواء، يعني اكثر من روعه، ويعني مستحيل تكون اخر مره نزور فيها البصره. الشعب يعني اكثر من محترم، اكثر من طيب، اهل كرم، اهل نخوه، ما حق صار معنا ابدا. والتنظيم حق البطوله بشكل مو طبيعي، كان شغل جبار. يعني اشكر الحكومه العراقيه، نشكر الشعب العراقي على كل اللي سووه، كل اللي قدموا حق البطوله. باذن الله هذه يعني تكون بدايه خير، والقادم افضل وافضل ان شاء الله. وان شاء الله يعني دايمين على البصره، نزوركم اكثر من مره ان شاء الله. بس انا اقول لك مستحيل تكون اخر مره، انا لازم اجيها مرتين ثلاث اربع بعد مع الاهل ان شاء الله المره الجايه. والله اول شيء طبعا اهنيكم على هاي الشارع الجميل، طبعا يعكس جانب ثقافي طيب صراحه، في كتب قيمه جدا، في تراث قديم احييته والتراث الصراحه. الجانب الثقافي جدا مهم من الاجيال الصغيره الى الكبيره صراحه. اشكركم على الخدمات صراحه، الناس تهلي هني وترحب، وسنسنا صراحه باهل البصره يعني فوق التوقع ما شاء الله صراحه. يعني بيننا وبين العراق طبعا لحمه، طبعا اخوان واكثر من اخوان صراحه. واليوم جينا صراحه وشفنا الطيب وشفنا هالاجواء الطيبه صراحه، تفرح وتونس. وبالنسبه بعد حق كاس الخليج صراحه الضيافه، واكتشفنا هاي الشارع الثقافي فنزلنا صراحه وشفنا هاي الشارع الثقافي. وهنيكم صراحه على هذه المهرجانات الحلوه، لانها فعلا مفيده للاجيال الصغيره والكبيره صراحه. والله شارع الفراهيد يعني ما شاء الله شارع ثقافي متكامل، يعني اجواء ثقافيه كامله، يعني صراحه
كل الكتب فيه، الدار دور النشر اللي موجوده يعني شيء جميل صراحه. شلون شفت التنظيم بطوله؟ والله التنظيم ما شاء الله جدا متفوق يعني ما في اي شيء الحمد لله. العلاقات العراقيه والله العراق والكويت معروفين يعني اهل وخوال وعمام ونسبه يعني ما في بينهم وبين الكويت فرق ابدا. تحب الجمهور الخليجي اللي بعد متردد من قبر البصره؟ لا والله يعني ما اتوقع ان في احد يتردد بعد الكرم اللي شفناه والامان وطيبه اهل البصره بشكل عام. والمباراة هذه مباريات يعني بشكل عام الفوز مو فيها، الفوز والله بجمعتنا بالبصرة ومشاهد الوجهة الطيبة. والله وشارع الفرايدي أنا ما كنت أعرف شارع الفرايدي بس ساكن قريب عن الشارع وشفت هواي أمور يعني عجيبة وحلوة كويسة، يعني تلم الفنانين وتلم المثقفين وحتى التراث، يعني شغلات قديمة كلش قديمة موجودة لغاية الآن. كل أمانة ناس خلوقين كرمة بيوتهم يعني قاعد يسحبوننا سحب ويدخلوننا داخل بيوتهم غصب عشان يكرمونا بس. وانا عن نفسي اتكلم كشخصي، انا جايب معاي فلوس من الكويت زين مبلغ معين، الى يومي هذا الحين صار لي 3 ايام ما دفعت دينار، حتى القهوه هذه اللي بيدي الرجال هذا اللي قدام ما خلاني ادفع ولا فلوس. ما تاخذ يا حبيبي يا الطيب يا الحبيب ما في. فالامانه بطوله ناجحه، ناس قمة بالاحترام، وعسى الله يوفقكم إن شاء الله ويصلح الحال أكثر وأكثر بإذن الله، من نجاح لنجاح دام الشعب كذي وهذه استقبال العالم هذا. ما أعتقد أن يعني راح ترجعوا لورا، إلى أمام إن شاء الله. وفي ملف العلاقات الدولية، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لزيادة الطاقة الإنتاجية من التيار الكهربائي، مضيفا إن الاجتماعات في ألمانيا تؤسس لعلاقات وشراكة استراتيجية متميزة بين البلدين. ومن جانبه تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس عن برنامج عمل مع العراق والتركيز على الميادين الأساسية، مؤكدا أن ألمانيا دعمت العراق في الأعوام الأخيرة ليتمكن من تحقيق الاستقرار من الفظائع التي ارتكبتها عصابات تنظيم داعش ومواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في العراق. وسيكون السوداني خامس رئيس حكومة يوقع عقدا مع شركة سيمنز لتحسين واقع الكهرباء دون أن ترى النور هذه المشاريع لأسباب غير خالية من صراع النفوذ الدولي في العراق، بينما تعهدت الشركة الألمانية إنهاء أزمة الكهرباء في غضون 4 سنوات منذ 2008. وفي ذات التوجه، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن حكومة السودان تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال استقباله السفير الدنماركي في بغداد كريستيان تورنينغ. وأكد الأعرجي أن الحكومة ملتزمة بسياسة الانفتاح على الجميع بما يخدم المصالح المشتركة عبر دبلوماسية الحوار والتوازن. واستعرض الأعرجي والسفير الدنماركي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات. وفي الشق التشريعي من التهدئة والاستقرار الاقتصادي، رفع مجلس النواب الجلسة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما كشف نائب عقيل الفتلاوي عن حراك من قبل أعضاء المجلس لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية. وأضاف إن ملف الدولار يعتبر واحدا من أهم الملفات التي ستناقش داخل قبة البرلمان للاستيضاح من الجهات التنفيذية حول إذا ما كانت هناك حلول لمعالجة الأزمة والتعرف على الأسباب الواقفة وراء الارتفاع، لكي يعلم الشعب العراقي بأي اتجاه يسير البرلمان بملف الدولار. وكان البرلمان قد استهل فصله التشريعي بأداء 3 نواب اليمين الدستورية وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات
الاتصالات والمعلوماتية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، بينما أرجأ تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات بوجود إشعاع كيميائي مسرطن في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية. وفي ملف رأس المال المتحرك صعودا ونزولا، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية القبض على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومعاون المدير العام للدائرة القانونية في الوقف جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب 47 مليار دينار. بيان الهيئة أوضح أن الفريق الساند لها لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على المتهم الهارب. وأضاف البيان أن المخالفات في العقد المبرم تمثلت بشراء الديوان فندق رمادا في إقليم كردستان بالمبلغ أعلاه وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة 30 سنة دون وجود جدوى اقتصادية، وهو ما أحدث ضررا بالمال العام. كشف قائد عمليات ديالى اللواء علي فاضل عمران عن احتواء ما أسماها السموم البيضاء، موضحا أن مكافحة المخدرات في ديالى لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. وأضاف: بدأنا بخطط مهمة منذ أشهر في تفكيك الشبكات والخلايا التي تروج لهذه السموم في الأقضية والنواحي مع جهد استخباري مميز. وكشف عن الإطاحة بأكثر من 300 تاجر وناقل ومروج للمخدرات في المحافظة خلال أشهر السنة الماضية، وتم احتواء خطر السموم البيضاء بنسبة كبيرة ضمن استراتيجية إنهاء ما تبقى من فلول تلك الشبكات، مؤكدا بأن إعلان ديالى خالية من هذه السموم مجرد مسألة وقت. وأشار إلى تفكيك خلايا كبيرة وخطيرة، وهذه جهود استثنائية قامت بها قوى أمنية متعددة. وختم حديثه بالقول: إن محاربة المخدرات لا تراجع فيه، ومستمرين في مكافحتها. قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن ظاهرة الأسواق الوطنية المنظمة تحمل عوامل وبذور الحكومة، ما يساعد على تسارع فرص النمو والمرونة في الاستثمار، ما يمنحها ثقة أكبر في تحصيل القروض وتشابك مع قوى الإنتاج داخل السوق. وأضاف إن فرصة النهضة لريادة الأعمال التجارية الصغيرة ستكون أكبر لما تحمله من مرونة عالية في تكيف ظروف الطلب، لا سيما أنها الأكثر معرفة باحتياجات السوق وأذواق المستهلكين وبتكاليف أقل ومرونة الطلب عالية. مستشار الحكومة الاقتصادي يرى بوجود الإنترنت وإمكانية الترويج والتعريف بالنشاط في إطار التقدم الحاصل بالخدمات الرقمية سبباً في نمو التجارات الصغيرة والتي توفر بالغالب 60% من فرص العمل. ولأن الموارد هي عنصر التوازن الاقتصادي، تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق أكبر عملية بحث عن المتقدمين على رواتب الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون الأولوية للأقضية الأكثر فقراً. حيث قال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن العملية ستبدأ الأحد المقبل، وهناك أسبقيات من ناحية قبول المطلقات والأرامل مع مراعاة الوضع المعيشي، حيث سيتم شمول الأكثر فقراً منهن في المرحلة الأولى، بينما المرحلة الثانية ستكون مفتوحة في التوقيتات والأماكن بالاعتماد على النظام التكنولوجي ووفقاً لجداول زمنية. ولفت إلى قبول نحو 1,800,000 عراقي برواتب الرعاية، فيما سيقف عدد الباحثين عقب أمام تنفيذ الاستحقاقات في التوقيتات المحددة. التوقيتات قضية مهمة في العراق لأنها مرشحة للتأجيل دائما، حيث كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تضمن البرنامج الحكومي توزيع 500,000 قطعة أرض على مستحقيها، وهو ذات العدد الذي تم تحديده من قبل مبادرة داري والتي تشمل ذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية والمواطنين غير الموظفين ممن لا يمتلكون دورا سكنية. وتستهدف المبادرة حسب مجلس الوزراء توسيع المخطط الحضري للعاصمة والمواطنين
المحافظات وإنشاء مدن جديدة تلعب فيها وزارة الإعمار والإسكان دورا فاعلا للتعجيل بإنجاز هذه الاستحقاقات بشراكة القطاع الخاص، علما أن الحاجة تتراوح بين 3 ملايين أو أكثر من المنازل. وستعمل المصارف العراقية على منح القروض الميسرة لغرض بناء الدور بالتوازي مع مبادرة البنك المركزي الموجهة للمواطنين والمستثمرين من أجل بناء الدور واطئة الكلفة، مقابل التوجه لإنشاء مدن شبيهة بمدينة بسماية ضمن المخطط الحضري الجديد لبغداد والمحافظات. كشفت دراسة عن احتلال العراق المرتبة السادسة بتضخم بين 12 دولة من جواره، موضحة أن النسبة تجاوزت 5%، بينما تفاوتت بشكل أكبر في تركيا ولبنان وسوريا وإيران، مقابل استقرار واضح في منطقة الخليج العربي. الخبير الاقتصادي منار العبيدي قال إن بقاء أسعار الصرف مرتفعة لفترة طويلة سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع نسب التضخم خلال هذا العام في العراق، وقد يؤدي إقرار الموازنة إلى زيادة سريعة في نسب التضخم مع احتمال زيادة الطلب لبعض المواد الأساسية مقابل قلة العرض الناتج عن عزوف التجار من استيراد مختلف البضائع نتيجة تقلبات سعر الصرف وأيضا إجراءات التحويل المالية. العبيدي نصح الجهات الرقابية في وزارة التخطيط مراقبة نسب التضخم بشكل دوري وسريع وتقديم حلول، منها العمل على دعم المنتوجات الغذائية وتوسيع العمل في البطاقة التموينية والعمل على تبسيط إجراءات الاستيراد وتصفير الجمرك والضريبة لفترة محددة لحين عودة الاستقرار للصرف. ولأن الاستقرار متعدد في اتجاهاته وتحدياته على مستوى الزمن الجديد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على متهمين اثنين في تجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة الأنبار. وذكر بيان للمديرية أنه ضبط بحوزة المتهمين 7000 حبة مخدرة نوع كبتاغون وتم إحالتهما إلى القضاء، فيما تؤكد معلومات ميدانية رفع حالة التأهب ضمن الشريط الحدودي مع سوريا بعد نجاح تجار المخدرات بإحداث ثغرات لوجستية في تمرير مخدراتهم إلى العراق. وبالعودة إلى صلاح الدين، وضمن أولويات الاستقرار ومواصلة الحكومة المحلية دعم سبل إعادة الحياة لسابق عهدها وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين، أقيمت في قضاء بيجي بطولة لكرة القدم بين الفرق الشعبية كخطوة ضمن دعم شريحة الشباب والاستفادة من طاقاتهم وكشف المواهب لرفد الأندية المحلية، وأشاد الحاضرون بالتنظيم على طول أيام البطولة. من أجل الاستمرار في دعم شباب قضاء بيجي، اليوم نحضر نهائي شهداء منطقة الشط الشهيد أبو لهيب والشهيد أبو ضاري رحمهم الله. كل هذه طبعا هذه الفعاليات هي دعم لأبنائنا الشباب في قضاء بيجي. شباب بيجي يستحق كل الاحترام والتقدير، شباب فعال، شباب ناضل من أجل إعادة مدينة، وشباب ضحى بدمائهم من أجل تحرير هذه المدينة. ونتمنى على الجميع من المسؤولين وكل المراجع أن يدعموا شباب بيجي ببناء نوادي وبناء ملاعب رياضية لهذا الشباب الواعي والبطل. هي اليوم بطولة للفرق الشعبية، بطولة باسم القادة الشهداء الشهيد أبو ضاري والشهيد أبو لهيب القيسي. هذه البطولة التي أقيمت برعاية مجلس شباب بيجي تثمينا للدماء الزكية، دماء الشهداء، والدور الذي قاده هؤلاء القادة الشهداء في مدينة بيجي. طبعا الشكر موصول لكل الفرق الشعبية المشاركة بالبطولة. طبعا حقيقة هذه البطولة كانت بطولة ناجحة ورائعة، وكان نهائي البطولة بين فريق الخفافيش وفريق الذهبية، انتهت بفوز فريق الخفافيش 2-1 على فريق الذهبية، فنبارك لهم هذا الفوز الكبير. وهذه البطولات من شأنها أن تقوي الأواصر الاجتماعية بين أبناء المدينة الواحدة.
نشكر منظمي بطولة الشهداء الشيخ أبو ظاري والشيخ أبو لهيب رحمهم الله، ونشكر أهالي حي الرسالة على ما قدموه من بطولة ناجحة، ونشكر جهود الحاضرين كلهم. تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. حكومة إقليم كردستان تنجز 50% من أعمال أطول جسر على مستوى العراق، وسائقو حافلات النقل في السليمانية يضربون، والجمعيات المهنية توجه جملة مطالب. شكرا للجميع. ونجاح عمليات فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية السعودية. وتنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، ولندن تصفه بالعمل الهمجي الذي لن يمر دون رد. وقبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية، قضية الوثائق السرية تلطخ صورة بايدن، وتمثال مصغر على هيئة ليونيل ميسي يحتل صدارة المبيعات في إسبانيا العام الماضي. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. أعلنت حكومة إقليم كردستان الانتهاء من إنجاز 50% من أعمال بناء جسر يعد الأطول على مستوى جميع أنحاء العراق، وهذا الجسر يتم بناؤه في إدارة منطقة كرميان المستقلة. ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فإن الجسر يعد جزءا من مشروع طريق كلار دربندخان ذو الاتجاهين، ويربط إدارة كرميان بمحافظة السليمانية. وأوضح عدنان خليل مدير الطرق في كرميان أن طول الجسر يبلغ 1200 متر باتجاهين ذهاب وإياب، وعرض كل اتجاه 6.5 أمتار، بينما يصل عمق قواعده إلى 14 مترا تحت الأرض. أضرب سائقو حافلات نقل الركاب في السليمانية عن العمل بسبب زيادة أعداد الحافلات التي تعمل بصورة غير قانونية حسب قولهم، فيما طلب تجمع الجمعيات المهنية بالمحافظة من الجهات المسؤولة في حكومة إقليم كردستان بتقليل الضغط المالي على أصحاب المحال في الأسواق والمناطق الصناعية. وإلى ذلك، طلب ممثل تجمع الجمعيات المهنية بالسليمانية هاردي حسين محمد خلال مؤتمر صحفي بتقليل أجور التيار الكهربائي على أصحاب المحال في الأسواق والمحال الصناعية، وكذلك بتمديد مدة الديون إلى 12 شهرا، إضافة إلى ضرورة عدم النظر لمحل صغير كما ينظر لمعمل صناعي كبير من حيث احتساب الأجور التجارية عليها. ولفت إلى أن أصحاب المحال الصناعية يعانون من كثرة الضرائب والرسوم التي أصبحت عائقا أمام الكثيرين منهم بالاستمرار في العمل، داعيا الحكومة إلى تقليل رسوم القطع الإعلانية إلى 5000 دينار للمتر الواحد بدلا من 30,000. نجحت عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر ابني محمد عبد الله جاسم بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية. وأعلن الدكتور عبد الله الربيعة أن فصل التوأم السيامي في المرحلة الرابعة وبداية المرحلة الخامسة، والعملية الجراحية أجريت على 6 مراحل واستغرقت 11 ساعة، ونسبة نجاحها تبلغ 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن، وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء. في حين أكد الدكتور عبد الله الربيعة أن نجاح العملية الجراحية يعكس التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030. نحن الآن أكملنا المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية وهي مرحلة التعقيم. التوأم الآن وضعهم ولله الحمد مستقر، كل المؤشرات الحيوية ولله الحمد جيدة، تم تركيب أجهزة التخدير، أنابيب التخدير، أنابيب القاصات الوريدية، قساطر الرقابة الحيوية، فالوضع ولله الحمد مطمئن.
بعد مرحلة التعقيم التي لن تأخذ طويلا سوف تبدأ فتح الجراح للتوأم والدخول في منطقة أسفل الصدر والبطن والتأكد بشكل أكيد من الاشتراكات التي أظهرت الفحوصات أن التوأم مشتركين أو مشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية. أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبر الذي أدين بالتجسس لحساب بريطانيا وقيل بأنه يحمل جنسيتها. المسؤول الإيراني اعتقل خلال العام 2019 وكان قد تولى منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999 و2005 إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. المحكمة العليا في إيران أيدت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق أكبر إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية. ومن جانبها أدانت بريطانيا عملية الإعدام مؤكدة على لسان وزير خارجيتها جيمس كليفرلي بأنه لن يمر بلا رد، فيما دانت منظمة العفو الدولية إعدام أكبر في إيران واعتبرته هجوما شنيعا على الحق في الحياة. ستمثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل جو بايدن على ما يبدو عقبة في طريق الرئيس الأمريكي الذي يفكر في الترشح لولاية ثانية في 2024. ولم يؤكد بايدن بعد أنه سيترشح للانتخابات المقبلة، ولكن من المتوقع أن يعلن قراره في غضون أسابيع، فيما سيكون خطاب حاد الاتحاد السنوي في السابع من شباط فرصة لتقديم برنامجه أمام جمهور تلفزيوني ضخم والكونغرس. وبالتالي فإن فضيحة الوثائق أو حتى الجدل حول ما إذا كانت فضيحة فعلا أمر غير مرحب به. وضغط الصحفيون خلال إحاطة للبيت الأبيض على الناطقة باسمه كارين جان بيير للحصول على إجابات حول الطريقة التي تعامل بها فريق بايدن مع الفضيحة بعد العثور على وثائق سرية في مكتب استخدمه بايدن عند انتهاء خدمته كنائب للرئيس السابق باراك أوباما في العام 2017 وفي منزله في ديلاوير، مؤكدة أن الرئيس يأخذ المعلومات والوثائق السرية على محمل الجد، وأن فريق بايدن يتعاون مع المحققين الذي يرأسهم وزير العدل ميريك غارلاند بعد أن عين مدعيا عاما خاص لرئاسة التحقيق فيما حدث. ويقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه. وإلى عالم السيارات، حيث أعلنت تسلا أنها ستخفض سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا بنسبة تصل إلى 20% في أوروبا والولايات المتحدة، لتطلق بذلك حرب أسعار مع دخول المزيد من المنافسين إلى السوق. وتراجعت الأسهم في الشركة التي يملكها إيلون ماسك لأكثر من عام وهبطت بما يصل إلى 4.5% قبل أن تعوض بعض الخسائر. وأشار دان إيفز محلل شركة ويدبوش سيكوريتيز إلى أن خفض السعر كان الحركة الصحيحة ويشكل خطوة تحذيرية لمصنعي السيارات الأوروبيين وشركتي جنرال موتورز وفورد الأمريكيتين لتأكيد أن تسلا لن تقف متفرجة إزاء تنامي المنافسة. وبحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع خفض الأسعار في الصين بمالكي سيارات تسلا إلى التعبير عن غضبهم في معارض السيارات لأنهم فوتوا عليهم العروض على هذه المركبات. وكانت المجموعة قد سلمت في العام الماضي 1.30 مليون سيارة كهربائية بزيادة مقدارها 40% على أساس سنوي، لكن هذا لا يزال أقل من هدف ماسك طويل الأجل المتمثل في زيادة عمليات التسليم بمعدل 50% سنويا. ويبدي المستثمرون قلقا من أن المبيعات ستتباطأ بسبب الانكماش الاقتصادي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل اقتراض المال لشراء سيارة أكثر كلفة.
وإلى خبرنا الأخير، حيث خطفت التماثيل الصغيرة كاجانير للاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي الأنظار في إسبانيا لتصبح الشخصية الأكثر مبيعا في العام الماضي. وتماثيل كاجانير أو كريبر هي تماثيل تقليدية تصور الشخصيات العامة، ويعود تاريخها لتقليد عرفت به المنطقة الشمالية الشرقية من كاتالونيا. وأوضحت البائعة ميريا ماركيت أن كل شخص دخل المتجر العام الماضي توجه مباشرة إلى قسم لاعبي كرة القدم، وكلهم كانوا يطلبون تمثال ميسي، خاصة بعدما أحرز الدولي الأرجنتيني لأول مرة في تاريخه لقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده بعد مباراة نهائية حاسمة ضد المنتخب الفرنسي. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. سياسيون يتوقعون تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لبداية العام المقبل، وأزمة النفط تزيد من شدة البرد على أهل صلاح الدين. الهجرة تقرر السماح باندماج النازحين بمجتمع المحافظات المضيفة، وخبراء يحذرون من التجاوز على هوية المناطق الأصلية. السوداني يصف بطولة الخليج العربي في البصرة بعرس أخوي يمهد لتقارب أوسع، ويتفق مع سيمنس الألمانية على إنقاذ الكهرباء. بمخالفات شراء فندق رمادا في أربيل وتأجيره لنفس الشركة المالكة، النزاهة تؤكد اعتقال رئيس الوقف السني الأسبق. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.